مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه الجدعان. يعني كنا دايما بنسمع مقوله انه من اللعيبه، يعني لما بيتكلموا على جمهور الاهلي بيقولوا ان هو اللعيب رقم واحد، وده يمكن كان بالنسبه لي وانا واحد من الجمهور بشوفه جوه الملعب، يعني بشوف انه اللعيب بيحتاج مسانده الجمهور وقت الفريق لما بيبقى متاخر او الماتش الدنيا معصلجه معاه، يحتاج دعم الجمهور، فهنا اللعيب نمره واحد. لكن الحقيقه بعد انضمامي لقناه النادي الاهلي شفت الامر بشكل مختلف تماما، وعرفت انه مسانده جمهور النادي الاهلي يمكن تكون بره الملعب اهم بكتير جدا من وقت ال 90 دقيقه وقت او زمن اي مباراه. حقيقه حاله الدعم والمسانده الجماهيريه وردود الافعال على حلقه امبارح اكتر من رائعه ومش غريبه، وما كانتش بعيده الحقيقه على جمهور النادي الاهلي الحقيقه.